ايدها تبكي وعناد ونكوع الصواب المنصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والعطاء، شوطنا الثاني ينطلق بحفظ الله ورعايته، وتنطلق الآمال المرافقة للمضمرين وأيضا الملاك الذين يتمنون الفوز بأول المراكز. الكل مشارك، الكل متواجد لنيل كلمة الناموس. أول المراكز هنالك مطنوخ، يا مطنوخ أتى وقت الطناخة، يا مطنوخ علي بن عبد الله بن يحيى من يقدم لنا هذا الاسم. ثاني المراكز يتواجد هداد، من أتى بعملية الهدي هنالك ينطلق مع المركز الثاني، هداد حمد بن علي القريسي المري. المركز الثالث أتى وانطلق من الجانب الأيمن إلى ثاني المراكز، من يتواجد ينحجب رقم حنان صيحان. الله على ثالث أو رابع المراكز، سالم بن بريك بن محمد بن بريك المري شقيق الزميل المعلق يتواجد شعار بهذا الانطلاق، وصل شعار تاريخ، انطلق مع المركز الخامس هنالك متعب، من أتى ليتعب القعدان بانطلاقة المميزة صالح بن حمد بن هاملة المري عاشق هذا هذه السلالات الجميلة وعاشق هذه الرياضة، ينطلق بمتعب إلى أول المراكز من المركز الخامس، متعب مع المركز الأول، ولكن المركز الثاني الله وصل مصيحان، صيحات الجماهير ترافق مصيحان، من انطلق بشعار سالم بن بريك بن محمد بن بريك المري، ولكن الله وصلت الشعارات، وصل الغربي ووصل هنالك الوسيل لسالم بن صبيح المري، هنالك مع المركز الثالث رابعا الغربي لمحمد بن زايد المنصوري، ولكن اعود ولا انسى هنالك البريدي شعاره مع المركز الخامس، ابن هاملة شعاره يتواصل مع الصدارة، صالح بن حمد بن هاملة المري برفقة متعب، متعب صيحان الغربي. الله بدأ الصراع، بدأت القوة، متعب صيحان، صيحان متعب، ما زالت الأمور بخطر، الأمور بخطر، ولكن بن صبيح، بن صبيح وهنالك ابن بريك شعارات قوية فطاحلة المضمرين، انطلق الوسيل سالم بن صبيح المري، راشد بن سعيد عملية التضمير، راشد بن سعيد يقدم لنا هذا الاسم مع أول المراكز، مع المنطلقين، مع المتواصلين في هذا الشوط، شوط القوة والإبداع، يسجل الوسيل هذا المركز لنصيبه في المراكز. صيحان لسالم بن بريك بن محمد بن بريك المري المركز الثالث، متعب لصالح بن حمد بن هاملة الغربي يتواصل مع المركز الرابع لمحمد بن زايد المنصوري، المركز الخامس كالصوم الفاتن لعبد الله بن الزقيبة المري. ثاني تبريكات نزفها للجميع من حالفهم الحظ بهذه الانطلاقة. نعود بحضراتكم إلى الملخص التفصيلي لهذا الشوط، شاهدنا المنافسة الجميلة، شاهدنا التصارع وأيضا المنازعة لنيل أول المراكز ولنيل صدارة هذا الشوط. مشاهدينا مستمعينا الاعزاء، نشاهد عبر قناة الريان الفضائية هذا الملخص لشوطنا الذي مضى من المنافسة ومن الانطلاق، وأيضا نشاهد الآن لوسيل من انطلق بإبداعاته ولحظة الوصول إلى خط النهاية، 3 دقائق بدون ثواني، 3 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لسالم بن صبيح المري، والتهاني موصول لناصر بن عوض المري من قدم لنا الوسيل بعملية التضمير. ثاني المراكز كان الوصول من قبل صيحان بتوقيت زمني وغدا 3 دقائق، الثانية جزئين من الثانية. التهاني والتبريكات لسالم بن بريك بن محمد بن بريك المري، كما نهني زميل محمد بن بريك المري على حصول صيحان على المركز الثاني، متعب وصل على المركز الثالث 3 دقائق، الثانية 7 أجزاء من الثانية. التهاني